كان التحدي الإرهابي واحدا من أبرز التحديات التي واجهت وطننا العربي، وكان العراق إحدى ساحاته، ولقد قاتلنا الإرهاب ببسالة منقطعة النظير حتى مكننا الله جلت قدرته من دهره وإنقاذ مواطنينا من شروره. وقد كان لأشقائنا من الدول العربية الدور المشهود في إسنادنا والوقوف معنا في تلك المواجهة، ولكننا فقدنا بسبب تلك المواجهة الآلاف من مواطنينا الأعزاء الأبرياء، ونال بعض مدننا ومحافظاتنا ومعالمنا الحضارية والتاريخية إلى شبه تدمير شامل، بل أن بعضها قد سويت مع الأرض، الأمر الذي يدفعنا إلى استنهاض هممكم بدعم العراق في معركتيه المقبلتين، معركة إعادة بناء ما دمره الإرهاب ومعركة القضاء على الفكر الإرهابي المتعارض.